أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ طلاب الصف التاسع. سنرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات الفاقد التعليمي. سنناقش إن شاء الله في هذا الدرس مادة الرياضيات، معكم الأستاذ خالد محمود أحمد. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون من كتاب الجبر، الوحدة السادسة، وسنتحدث عن مفهوم الاحتمال. أهدافنا التعليمية اليوم إن شاء الله سنناقش، وسنكون في نهاية هذا الدرس قادرين على التعرف على مفهوم الاحتمال، ثم الأحداث المتنافية والمتعاكسة، وأخيرا إن شاء الله سنتعرف على التجارب العشوائية المركبة. سنناقش أولا مفهوم الاحتمال. أولا لدينا تعريف التجربة الاحتمالية. ما هي التجربة الاحتمالية؟ نقول إن تجربة هي تجربة احتمالية عندما يكون لها عدد من النتائج أو الإمكانات، ولا نعرف بداية أي تلك النتائج هي التي سوف تقع. هذا تعريف التجربة الاحتمالية. في مثال مثلا عندنا تجربة إلقاء قطعة نقود. ما هي النتائج الممكنة لهذه التجربة؟ هذه التجربة لديها احتمالين، هي إما كتابة ونرمز لها بالرمز T، أو شعار ونرمز لها بالرمز H. إذن إما كتابة T أو شعار H. الآن سنتعرف فضاء العينة. فضاء العينة هو مجموعة كل نتائج التجربة. ففي المثال السابق، كان لدينا فضاء العينة والذي يرمز له بالرمز أوميجا. هذا الرمز كما نشاهد هو رمز أوميجا. إذن هذا الرمز، هو أوميجا، نسميه أوميجا. تمام. هذا أوميجا في فضاء العينة في تجربة إلقاء قطع النقود يمتلك احتمالين، هما إما T أو H. إما T أو H، هذا فضاء العينة. تمام. الآن نلاحظ هنا، ماذا نلاحظ؟ أن احتمال الكتابة يساوي نصف، هو واحد من احتمالين. إذن هو احتماله واحد على اثنين. نكتب ذلك بالشكل BT يساوي واحد على اثنين. أي أن هذا الرمز، إذن هذا هنا، هذا ماذا يعني هنا؟ هذا يعني احتمال، الحدث الذي هو T، أي ظهور الكتابة. احتمال الحدث T. ماذا يساوي احتمال الحدث T؟ هو واحد، هو كم مرة يظهر الكتابة؟ واحد. وكم عدد نتائج التجربة؟ هي اثنين. إذن هو واحد على اثنين. تمام. الآن احتمال ظهور شعار بشكل مماثل يساوي أيضا واحد على اثنين. احتمال ظهور الشعار يساوي أيضا واحد على اثنين. نكتب ذلك بالشكل BH، أي احتمال الحدث H يساوي أيضا واحد على اثنين، لأن عدد مرات ظهور الشعار واحد، وهو من بين احتمالين. إذن واحد على اثنين. يعبر عن ذلك بشجرة سميها شجرة الإمكانات. إذن هذه الشجرة كما نلاحظ هنا، إذن هذه الشجرة، هذه الشجرة نسميها شجرة الإمكانات. نضع هنا، نضع T، وهنا نضع H التي هي نتائج التجربة. ما هو؟ وهنا نزودها بالاحتمالات. هذه هنا نصف هو احتمال الحدث T، أما النصف هنا هو احتمال H، أي ظهور الشعر. تمام. الآن نلاحظ، ماذا نلاحظ هنا أيضا؟ لو جمعنا احتمال H مع احتمال T ماذا ينتج؟ ينتج نصف زائد نصف ويساوي واحد. هنا نأخذ الملاحظة التالية، عموما احتمال حدث بسيط هو عدد محصور بين الصفر والواحد. إذن أي حدث كما لاحظنا مثلا احتمال العطش، لو أخذنا احتمال العطش منذ قليل كتبنا احتمال العطش ماذا كان يساوي؟ واحد على اثنين. تمام. هذا لم يكن الجواب هنا أصغر من الواحد وأكبر من الصفر مثلا، لاحظتم ذلك منذ قليل. إذن احتمال الحدث البسيط هو عدد محصور بين الصفر
والواحد. ملاحظة الأخرى، مجموع الاحتمالات البسيطة في أي تجربة يساوي الواحد. إذن مجموع الاحتمالات البسيطة في أي تجربة احتمالية يساوي واحد. كما لاحظنا منذ قليل كان لدينا احتمال الأتش وزائد احتمال زائد احتمال زائد احتمال التي ماذا يساوي؟ كان لدينا كان يساوي جواب واحد. إذن مجموع الاحتمالات الأحداث البسيطة في أي تجربة احتمالية ماذا يساوي؟ يساوي الواحد. خواص، نسمي كل مجموعة من نتائج التجربة حدث. نسمي كل مجموعة جزئية من نتائج التجربة ماذا نسميها؟ حدثا. واحتمال حدث E نرمز إليه بالرمز PE هو مجموع احتمالات فروع الشجرة التي تؤدي إليه. سنشاهد ذلك بعد قليل في مثال لاحق. نقول إن حدث E قد وقع. متى نقول إن حدث قد وقع؟ إذا أعطت التجربة إحدى النتائج المكونة لهذا الحدث. لنأخذ مثال ونتعرف كيف تتحقق هذه الخصائص التي ذكرناها منذ قليل في هذا المثال. إذن في تجربة إلقاء حجر النرد، حجر النرد إذا ألقيناه كما هو في الشكل، تعرفون حجر النرد ما هي النتائج الممكنة؟ هي 1 و2 و3 و4 و5 و6. عندنا مجموعة من الأحداث كما قلنا في حدث، مثلا الحدث A هو حدث ظهور عدد زوجي، والB هو حدث ظهور عدد فردي، وC حدث عدد N يحقق أن الN بين الاثنين والخمسة، والD حدث ظهور عدد N يحقق بين الواحد والستة، والE حدث ظهور عدد الN أكبر من ستة. ما هو المطلوب؟ إذن عندنا مجموعة من الأحداث، عندنا تجربة، عندنا مجموعة من الأحداث. ماذا يريد في هذا المثال؟ أول طلب هو أن يرسم شجرة الإمكانات. أرسم شجرة الإمكانات مزودا فروعها بالاحتمالات، ثم لاحقا سنعين الأحداث ونحسب احتمال كل منها. طلب إذن الطلب الأول ماذا نريد؟ نريد بالطلب الأول في هذا المثال أن نرسم شجرة الإمكانات ونزود فروعها بالاحتمالات. كيف سنرسم شجرة الإمكانات؟ شجرة الإمكانات لهذه التجربة كما يلي. إذن عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و6، هذه هي الأحداث، هذه هي شجرة الإمكانات. ما هو احتمال حدث 1؟ 1/6. وما هو احتمال حدث 2؟ هو أيضا 1/6. الحدث 3 ما هو احتماله؟ أيضا 1/6. إذن كل من هذه الأحداث كل واحدة منها احتماله 1/6 كما نشاهد، تمام؟ إذن هي كل سنة الواحد كم مرة ينتج واحد؟ مرة واحدة. مرة واحدة من كم مرة؟ من 6 مرات. إذن هو احتماله 1/6، وهكذا البقية. إذن كل واحد من هذه الاحتمالات احتماله 1/6. هذه شجرة الإمكانات، تمام؟ الآن ننتقل إلى حساب كل من الأحداث التي ذكرناها. مثلا الحدث الأول الذي كان أن يظهر العدد زوجي، الآ حدث ظهور عدد زوجي. ما هي الأعداد الزوجية من 1/6؟ ما هي الأعداد الزوجية؟ عندنا 2 و4 و6. إذن 2 و4 و6 كم حدث هدول؟ هدول 3 أحداث. من أصل كم حدث؟ الأوميجا، لو رجعنا للأوميجا، الأوميجا كانت تساوي 1 و2 و3 و4 و5 و6. هدول كم واحد؟ هدول 6. وهدول كم واحد؟ 3. إذن احتمال الحدث A هو 3 من أصل 6، 3/6. لو اختصرناها إذن احتمال الحدث A الذي هو ظهور العدد الزوجي يساوي نصف. طيب بدنا الحدث الثاني اللي هو B، حدث ظهور عدد فردي. حدث ظهور عدد فردي، عدد الفردي مثل الزوجي نفس الشيء تقريبا، ولكن الأعداد الفردية شو هي؟ 1 و3 و5. احتمالها يعني نقصد انه نفس الشيء، يعني نفس الاحتمال تقريبا كمان 1 و3 و5، من هني 3 أحداث من أصل 6، 3 من أصل 6. إذن هنا 3 من أصل 6،
ولما اختصرناها قسمنا هون لو قسمنا هنا على 3 وهون قسمنا ايضا على 3 ينتج الجواب شو ينتج معنا؟ 1/2. تمام؟ اذا هي احتمال ظهور العدد الزوجي واحتمال ظهور العدد الفردي. الان الحدث الثالث هو س، انه يظهر عدد ان بين 2 وبين 5. شو في عدد بين 2 وبين 5؟ فكر شوف شو في عدد بين 2 و 5؟ في عندنا 2 و 3 و 4 و 5. تمام؟ كم حدث هدول؟ كم حدث هدول؟ هدول كم حدث عندنا هون؟ 4. 4 من اصل 4 من اصل 6، ولو قسمنا على 2 فوق وتحت شو بيطلع الجواب؟ 2 على 3. اذا هذا هو حدث ظهور العدد الان الذي يحقق ان الان محصور بين الاثنين وبين الخمسه. طيب هلا قبلنا حدث ظهور عدد ان يحقق انه الان بين الواحد وبين السته. قلنا حدث ظهور عدد ان هل ان بين الواحد وبين السته. كم عدد بين الواحد والستة؟ كل العدد بين الواحد والستة، كل العدد من الواحد للستة، 1 2 3 4 5 6، هذا هو الدي. نلاحظ أنه يساوي هنا أوميجا، نفس أوميجا، الدي هو نفس أوميجا. فما هو احتمال دي؟ هو 6/6، وشو يساوي الجواب؟ 1. إذا احتمال ظهور العدد دي هو 6/6 يساوي 1. طيب نأتي الحدث اللي بعده، حدث اي، ظهور عدد ان اكبر من 6. بدنا حدث ظهور عدد اكبر من 6. اكبر من 6 ما في عدد فوق ال 6، العدد عندنا بين 1 و 6. تمام؟ فاذا الاي تساوي هنا الخاليه، هذه الرمز، هذا الرمز يسميه الخاليه، هذا هنا ويساوي فاي، هذا الرمز الخاليه هنا نسميها فاي. تمام؟ الخاليه نسميها هذا الرمز هنا فاي. تمام؟ هذا الرمز هنا فاي، هي يعني قوسين فاضي ما في بيناتهم شيء، فيساوي الخالية، أي أنها المجموعة الخالية. شو احتماله؟ ما في ولا عنصر، إذا صفر. إذا شو نحط هون؟ 0/6، 0/6 شو يساوي الجواب؟ 0. إذا احتمال الحدث إي يساوي 0، احتماله يساوي الصفر. ملاحظة، الأوميجا اللي من شوي شفناها اللي هي فضاء العينة، احتماله نسميه هذا الحدث كحدث يضم كل العناصر نسميه الحدث الأكيد، وهو الحدث الذي لا بد من أن يتحقق، واحتماله مثل ما شفنا من شوي يساوي 1. بينما الخالية الفاي يسمى الحدث المستحيل، وهو الحدث غير القابل للتحقق، واحتماله يساوي الصفر، واحتماله يساوي الصفر. ملاحظة أيضا، في تجربة احتمالية مكررة عدد كبير من المرات، في تجربة احتمالية مكررة عدد كبير من المرات يكون احتمال حدث قريب من التكرار النسبي لهذا الحدث. شو معنى الحكي؟ رح نشوف مثال في تجربة إلقاء قطعة نقود. عم نلغي قطعة نقود، شو احتمالات؟ هن يا شعار يا كتابة. شو احتمال الكتابة؟ احتمال الكتابة يساوي نص، 0.5. تمام؟ فإذا ألقينا قطعة النقود 1000 مرة سنحصل على تقريبا 500 مرة كتابة، مو شرط تطلع معنا يعني 500 على الضبط، ليس بالضرورة نحصل على 500 كتاب بالضبط، ممكن أقل بكم وحدة، ممكن أكثر بكم وحدة، ولكن هذا إذا التجربة الاحتمالية مكرر عدد كبير من المرات يكون احتمال الحدث قريب من التكرار النسبي وليس بالضبط، هو وليس بالضبط. تمام؟ هذه هي الملاحظة التي حبينا نحكيها هنا. طيب مثال آخر، هنا في عنا كيس يحوي كيس 10 كرات متماثلة، أرقامها كم هو موضح؟
واحد 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 واحد، اثنين اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة. يعني عنا كم هنا لو لاحظنا في عنا أربع مرات واحد، ثلاث مرات اثنين، ثلاث مرتين ثلاثة، ومرة واحدة أربعة، ومرة واحدة أربعة. ماذا نفعل في هذا الكيس؟ كيس أن كيس بهذا الشكل، كيس وفيه شو؟ كرات. فيه عشر كرات، تمام؟ فيه عشر كرات، وهذا كرات مرقمة بأرقام، تمام؟ الأرقام مثلا هون عنا واحد 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 واحد، وهون في عنا اثنين اثنين اثنين، وفي هون مرتين ثلاثة، وفي مرة واحدة اللي هي أربعة. ماذا نفعل بهذا الكيس؟ أرسم شجرة الإمكانات وزود فروعها بالاحتمالات الناتجة بصيغ كسور. أنا عم بسحب من هالكيس، جينا من هالكيس سحبنا كرة، سحبنا كرة، ماشي؟ أي نقرأ رقمها، نقرأ رقم هذه الكرة. أرسم شجرة الإمكانات وزود فروعها بالاحتمالات بصيغة كسور عشرية. طيب أول شيء نشوف الاحتمالات لكل رقم من هذه الأرقام. احتمال الواحد كم مرة واحد؟ قلنا أربع مرات، أربعة من أصل، أربعة من أصل عشرة. إذن احتمال الواحد أربعة من أصل عشرة، صفر فاصل أربعة. احتمال اثنين كم مرة في اثنين؟ قلنا ثلاث مرات، ثلاثة من أصل عشرة، صفر فاصل ثلاثة. احتمال ثلاثة في مرتين ثلاثة، صفر فاصل اثنين، اثنين من عشرة، صفر فاصل اثنين. احتمال أربعة في عنا مرة واحدة أربعة، واحد من عشرة، شو يساوي الجواب؟ صفر فاصل واحد. طيب هلا شو نرسم شجرة الإمكانات؟ بهذا الشكل مثل ما أنا شايفين. إذا بنحط أسهم هون عنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وهون الواحد شو احتماله؟ أربعة لعشرة، والاثنين ثلاثة لعشرة، والثلاثة اثنين لعشرة، والأربعة واحد لعشرة. هيك بنكون رسمنا شجرة الإمكانات وزودنا فروعها بالاحتمالات الناتجة بصيغة كسور عشرية. هذا كان الطلب الأول. ننتقل للطلب الثاني. الطلب الثاني، أحسب احتمال الحدث A. الحدث A سحب كرة رقمها على الأقل اثنين. طيب سحب كرة رقمها على الأقل اثنين، يعني شو على الأقل اثنين؟ يعني يا اثنين. إذن شو معنات، شو معنات سحب كرة رقمها على الأقل اثنين؟ يعني يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، تمام؟ طيب إذن هون إما، إذن هون في عنا إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إذن على الأقل اثنين شو تعني مرة تانية؟ إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة. طيب فكيف نحسب احتمال حدث A؟ لما يكون عندك في كلمة إما أو أو، هذه الأو هنا تتحول هون لشو؟ لإشارة زائد. تتحول الأو هون تتحول لإشارة زائد، كمان هون الأو هون شو تتحول؟ هاي لإشارة شو هون؟ زائد، تمام؟ يعني إما الاثنين، يعني احتمال الاثنين أو هنا أو قلنا شو هي؟ زائد احتمال الثلاثة، أو احتمال الأربعة قلنا كمان هون في زائد، إذن احتمال الأربعة. شو احتمال اثنين؟ قلنا ثلاثة، شفنا من شوي ثلاثة على عشرة، واحتمال الثلاثة كان اثنين على عشرة، واحتمال الأربعة واحد على عشرة. جمع، نجمع البسط مع البسط مع البسط، هنا واحد واثنين وثلاثة شو يساوي؟ ستة، والمقام المشترك اللي هو عشرة، وستة على عشرة شو يساوي الجواب؟ صفر فاصلة ستة. إذن هذا أحد الأمثلة. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية في درسنا، واسمها الأحداث المتنافية والأحداث المتعاكسة. ما هي الأحداث المتنافية في البداية؟ الأحداث المتنافية،
قبل أن نبدأ بالأحداث المتنافية في عنا رمزين لازم نتعرف عليهم. أول رمز هو هذا الرمز. الرمز هذا يعني التقاطع. شو يعني التقاطع؟ قال هو العناصر المشتركة بين A و B. والرمز الثاني اللي عنا إياه هو هذا الرمز نسميه اجتماع، يدل على الاجتماع الA والB. يعني شو الاجتماع؟ العناصر المشتركة وغير المشتركة. عشان نوضح الفكرة أكثر راح نشرح هذاك في من خلال مثال. المثال إذا كانت عندنا مجموعة الA مثل ما احنا شايفين 2 و3 و5 و6، والB شو هي 1 و3 و4 و5. نجي على التقاطع، شو قلنا التقاطع؟ التقاطع شو هو؟ هو العناصر مين؟ المشتركة فقط. والعناصر المشتركة شو في مشتركات بين الA وبين الB؟ شو في مشترك؟ لاحظ عندنا الثلاثة مشتركة صح؟ وفي عندنا كمان مين هون؟ الخمسة أيضا مشتركة. إذا عناصر مشتركة الآ تقاطع به هو الثلاثة والخمسة. نجي على الاجتماع، الاجتماع هو المشتركة وغير المشتركة. يعني تكتب إيش عندك إيش شايف عناصر بس تكتبها مرة واحدة، نكتبها مرة واحدة. فنكتب واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هي هن العناصر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. هنا ناقص في عنصر عندنا هون، والستة أيضا. إذن هون لازم كان نضيف إذن عنصر هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة. إذن هون مثل ما أنا شايفين هون يفترض إنه كان نضيف عنصر آخر. إذن واحد واثنين وثلاثة وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هذا هو الاجتماع. تمام، هذا التقاطع وهذا هو الاجتماع. فهمنا التقاطع والاجتماع. هلا اذا فهمنا التقاطع والاجتماع ننتقل لفقره شو معنات احداث متنافيه. الحدثان المتنافيان، شو هن حدثان متنافيان؟ نقول عن حدثين انه متنافيان اذا استحال تحققهما في ان معا. اذا ماذا متى نقول عن حدثين متنافيين؟ اذا استحال تحققهما معا بالرموز. اذا نكتب ذلك بشكل رموز، قال هذا يعني أن تقاطعهما يساوي الخالية. التقاطع هون يساوي شو؟ يساوي الخالية. هذا التقاطع، إذن التقاطع مثل ما احنا شايفين هنا التقاطع التقاطع هون مثل ما احنا شايفين التقاطع يساوي الخالية. طيب شو يعني التقاطع خالية؟ قال لا يوجد عناصر مشتركة بين A و B مثل ما شفنا. طيب بعدين شو في عنا هون؟ في عنا كمان ملاحظة، إذا كان A و B متنافيين كان احتمال هذا الحدث A أو B. A أو B، قال مثل ما شفنا كلمة A تعني المجموع، تعني شو؟ مجموع، إشارة زائد. تعني شو تعني؟ إشارة زائد. إذن A أو B يعني المجموع. هذا في حال كان الحدثين متنافيين، كان في حال الحدثين متنافيين فاحتمال حدث A أو B يساوي مجموع احتماليهما. طيب مثال عنا تحقق بفهمك صفحة 118. شو في هذا المثال؟ عم يلقي حجر نرد. مثل ما شفنا الأرقام الموجودة في هذا المثال هن مثل ما شفنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأيضا ستة. طيب في عنا هون حدثين، الحدث A والحدث B. الحدث A ظهور عدد أصغر أو يساوي اثنين، أما ال B ظهور عدد أكبر تماما من أربعة. عم يقول لي الحدثان متنافيان، ليش؟ طبعا أول شيء خلينا نشوف شو هو، شو معنات ظهور عدد أصغر أو يساوي اثنين؟ يعني يا واحد يا اثنين. إذن الآ هو يا واحد يا اثنين. أما الب ظهور عدد أكبر تماما من أربعة. شو يعني أكبر تماما من أربعة؟ يعني يا خمسة يا ستة. طيب هلا ليش متنافيين هالحدثين؟ هل في عناصر في مشتركة بيناتهم شيء؟ في شيء مشترك؟ لا يوجد مشترك كما نشاهد. إذن حدثان متنافيان لأنهما لا يتحققا معا
وبالرموز يعني أن التقاطع خالية، لا في شيء مشترك، تقاطع خالي. ما دام التقاطع خالية فهذين الحدثين معناته شو بيكونوا؟ متنافيين. هلأ قال حسب احتمال A واحتمال B، شو احتمال A؟ شو احتمال B؟ طبعا هذا سهل، احتمال A كم عنصر في A؟ 2. إذا كم عنصر في A؟ 2. من أصل كم عنصر؟ من أصل 6. 2 على 6 إذا اختصرناها على قسمنا فوق تحت على 2 شو بيطلع الجواب؟ 1 على 3. إذا جوابها 1 على 3. هلا نجي على الحدث ب، كمان كم عنصر فيه؟ الحدث ب كم عنصر فيه؟ فيه عنصرين هون، شايفين مثل ما انا شايفين هون عنصرين. من اصل كم عنصر؟ من اصل 6 عناصر، واذا اختصرناها شو بيطلع الجواب؟ 1 على 3. اذا هاي حسبنا احتمال الا واحتمال ب، اذا احتمال الا يساوي 1 على 3 واحتمال البي يساوي ايضا 1 على 3. هلا في عنا طلب تاني، شو عبقول؟ احسب احتمال الحدث اي. الحدث اي ما هو الحدث اي؟ قال هو اما يكون الان اقل من 2 او يكون الان شو اكبر من 4. يعني كأنه هون عم باخد انا الحدث ا او الحدث ب، عم باخد الحدث ا او الحدث ب. تمام؟ أقل من 2، ما هي العدد الأقل من 2؟ هي يا 1 يا 2. أكبر من 4 هن يا 5 أو 6. كم حدث هون صار في عندي؟ كم عدد هون موجود؟ 4 أعداد. من أصل كم عدد؟ من أصل 6. لو اختصرناها شو بيطلع الجواب؟ بيطلع الجواب 2 على 3، بيطلع الجواب عنا 2 على 3. إذا احتمال حدث E المذكور بهذا الشكل يساوي 2 على 3. لكن في ملاحظة، الحدث اي فيني احسبه بطريقة اخرى، انه هو يا ا يا ب او ا او ب، يعني هو الحدثين متنافيين، فهنا فينا ناخذ مجموعة، فينا ناخذ شو؟ مجموعة. تمام؟ اذا الحدث اي هون فينا ناخذ مجموع الا مع البي، الا مع البي، وبطلع معنا يعني الا هو كان 1 على 3 والبي 1 على 3 ومجموع شو بيكون؟ 2 على 3. طيب الفقره اللي بعدها بنجي على الحدثان المتعاكسان، بنجي على الحدثان المتعاكسان. شو معنى الحدثان المتعاكسان؟ قال الحدث المعاكس لحدث اه هو الحدث الذي يتحقق ان لم يتحقق. شو معنى؟ طب بدي يعني افسره بالرموز، انا هذا الحكي بدي افسر الرموز. قال حدث A رح نرمز له يعني الحدث المعاكس رح نرمز له مثل ما انا شايفين، الحدث المعاكس رح نرمز له بهذا الرمز، يعني A وفوق A خط، A وفوق A خط. الحدث المعاكس لحدث A بنحط له بالرمز A وفوق A خط، ونقول ان A وA A وA خط شبون متعاكسان، نقول ان A وA خط هما حدثان متعاكسان. هلا كرموز مثل ما شفنا توا، المتنافيان من شوي كان فقط انه التقاطع خالي، كان فقط انه تقاطع خالي. اذا كان التقاطع خالي فقط كانوا متنافيين. هلا المتعاكسان في شرطين، قال لازم يكون تقاطع خالي واجتماعهما اوميجا، واجتماعهما اوميجا. اذا هون كل متنافيان مو شرط يكونوا متعاكسان، بينما المتعاكسان هما متنافيان. كل متعاكسان متنافيان، والعكس غير صحيح. كل متعاكسان شو بيعطيني؟ انهم يعطينا انهم متنافيان، بينما العكس غير صحيح، بينما العكس غير صحيح. تمام؟ اذا يكون حدثان متعاكسان اذا كان تقاطعهما خاليا واجتماعهما اوميجا. هون إذا نكمل، عندنا هون في خاصة عن الحدثين المتعاكسين، في عندنا خاصة عن الحدثين المتعاكسين. ما هي خاصة مهمة عن الحدثين المتعاكسين؟ حدث A زائد الحدث المعاكس له يساوي الواحد. طبعا ممكن ناخذ
بشكل آخر أن احتمال الـ A هنا يساوي 1 ناقص احتمال الحدث المعاكس رح نستخدمها هلا بعد شوي في أحد التمارين. إذا خاصة شو بتقول هون؟ مجموع احتمالي حدثين متعاكسين يساوي 1، احتمال حدث ومعاكسه يساوي 1. بشكل آخر فيني آخذ احتمال الـ A، إذا نقلنا هي الـ A خط إلى الطرف الآخر، احتمال الحدث المعاكس للطرف الآخر، شو بصير معنا؟ احتمال A يساوي 1 ناقص احتمال A خط. سنطبق ذلك في هذا المثال اللاحق. خلينا نشوف هالمثال. حجر نرد مثل ما بنعرف أرقامه من 1 إلى 6. عنا A ظهور عدد فردي. ظهور عدد فردي. شفنا نحن العدد الفردي هن شو هن؟ 1 و3 و5. والبي العدد الزوجي. زين الحدث الفردي I 1 و3 و5. العدد الزوجي هون عندنا هون هذا J، تمام؟ إذا J ظهور عدد زوجي، الـ I ظهور عدد فردي والـ J ظهور عدد زوجي. J زوجي شو هن عدد زوجي؟ 2 و4 و6. الـJ ظهور عدد زوجي هو 2 و4 و6، والـI عدد فردي 1 و3 و5. طيب ليش الحدثين متعاكسين؟ الحدثان I و J متعاكسين، لماذا؟ قال لو أخذنا تقاطع، في شيء تقاطع بيناتهم؟ في شيء تقاطع بين الـI والـJ هون؟ في شيء تقاطع؟ ما في تقاطع، تمام؟ واجتماع هون شو عم بيصير عندنا هون؟ لاحظوا الاجتماع، لو جمعنا الـ I مع الـ J، لو جمعنا الـ I أخذنا عناصر مشتركة وغير مشتركة، شو بيطلع؟ بيطلع كل أوميجا. إذا هون I و J متعاكسان، لماذا؟ لأن تقاطعهما خالية واجتماعهما أوميجا، واجتماعهما أوميجا، تمام؟ طيب إذا I و J هذا الحدثان متعاكسان. طلب الثاني، او قبل ما نحسب الطلب الثاني، في عندنا هون قال احسب احتمال اي، احسب احتمال اي. احتمال اي كم عنصر في اي هون؟ كم عنصر في اي هون؟ في عندنا ثلاث عناصر. اذا 3 من اصل 6، 3 من اصل 6. احتمال اي ها، احتمال اي يساوي 3 من اصل 6. شو يساوي؟ 1 على 2. بعد ما اختصرنا، اذا تذكر معي هلا، خليها ببالك، انه احتمال الاي اللي هو ظهور عدد فردي يساوي 1 على 2. خلينا هون في عندنا طلب ثاني، قال احسب احتمال جي بطريقتين. طيب الطريقه الاولى مثل ما حسبنا الاي هون كمان، اذا هون الجي ظهور عدد زوجي، اذا مثل ما حسبنا الاي رح نحسب الجي. شو كانت الطريقه؟ اذا احتمال الجي يساوي 3 على 6، لانه فيه 3 عناصر اللي هن 2 و4 و6، 3 عناصر من اصل 6 يساوي نص. هي طريقة أولى. طريقة ثانية، مو هن الحدثين متعاكسين I و J؟ فذكرنا من شوي انه احتمال الـJ يساوي 1 ناقص احتمال الحدث المعاكس. وش هذا احتمال الـI؟ قلت لك تذكره من شوي حسبنا نص. شو صار عندنا؟ صار عندنا 1 ناقص نص ويساوي نص. إذا احتمال الـJ بإمكاني أحسبه بطريقتين، إما الطريقة المباشرة أو إنه آخذ هو 1 ناقص احتمال الحدث المعاكس، وبكون هيك حسبنا الـJ بطريقتين. هذا كان معنا تدرب صفحة 118. ننتقل الآن للفقرة الأخيرة في درسنا اللي هي بعنوان تجارب عشوائية مركبة، تجارب عشوائية مركبة. خلي ببالكم هلا شو معنى تجارب عشوائية مركبة؟ تجربة عشوائية مركبة يعني تجربة أولى وفي جنبها شو؟ تجربة تانية. تجربة أولى مثلا وليكن مثلا عنا إلقاء حجر نرد، شو كانت التجربة؟ النتائج كان ياتي يعطش. طيب هاي تجربة أولى. وتجربة تانية، تجربة تانية مثلا كمان إلقاء قطعة نقود مرة تانية كمان. فإذا كان عنا تي، لو كان عنا تي رح يطلع بعدين شو؟ يا كمان يا بطلع عنا تي، يا بطلع عنا شو؟ عطش. يا بطلع عنا عطش. وكمان اذا طلع عطش كمان يا تي يا شو؟
يعطش. تمام، هي تجربة عشوائية مركبة، تجربة عشوائية مركبة. فهي شجرة إمكانتها كمان، شجرة شو؟ إمكانتها. قال كل فرعين متتاليين نسميه مسار، كل فرعين متتاليين شو نسميه؟ نسميه مسار. شلون كل فرع متتالي؟ يعني هذا الفرع أول وهذا فرع ثاني، شو صار عنه هيك؟ مسار. مثلا هون فرع أول وهيك فرع ثاني، شو صار اسمه؟ مسار. هاي الفكرة الأولى. إذا في عنا شيء اسمه مسار، المسار هو كل فرعين متتاليين في التجربة العشوائية المركبة. شغلة تانية، على شجرة الإمكانات محملة بالاحتمالات. إذا تحسب احتمال حدث في نهاية أي مسار، مثلا هون، هون في عند هذا المسار هون، هون بدي أحسب أنا الاحتمال هون، الحدث هون، شو بنعمل؟ قال نضرب يساوي جداء ضرب احتمالات المسار. يعني شو الاحتمال هون؟ تضرب وضرب الاحتمال هون، هون نضربون هاد بهاد، نضربون ضرب بعض، بطلع شو عنا؟ بطلع احتمال في نهاية المسار. هذا الحكي رح نوضحه من خلال مثال. رح نوضحه هالحكي من خلال شو؟ مثال. خلينا نشوف هون في عنا دولابين، دولاب أول دولاب ثاني، هدول دواليب قابلة إنه تدور. الدولاب الأول مثل ما أنا شايفين ملون بلونين، واحد أحمر وواحد شو؟ أخضر. والثاني مرقم بأرقام اللي هن واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة. الواحد شايفينه مذكور مرة واحدة، والاثنين ثلاث مرات، والثلاثة مرتين. بالنسبة للدائرة الملونة عم نشوف لو لاحظت منيح ربعة ربعة أحمر وثلاث أرباعة أخضر. المطلوب إذا هذا الدواليب دور، رح أشوفكم شو ممكن يعني شلون الدور. طلع كيف، إذا هاي شايف كيف هالدواليب قابل للدوران. تمام، لاحظ مرة تانية هالدواليب شو عم تعمل؟ في إمكانها تدور، تدور وتوقف عند هذا المؤشر الأحمر هون، بتوقف عند هذا المؤشر هون وهون. طيب بعد ما دارت وقفت عند هالمؤشر، بيطلع الدولاب الملون بيطلع لون، وعلى الدولاب ابو الارقام بيطلع لنا رقم. تمام، قال ارسم شجره الامكانات، ارسم شجره الامكانات وزود فروعها بالاحتمالات. طيب انت في عندك هون في عندك لونين، واحد احمر ريد، واحد شو اخضر، خلينا نسميه شو جرين جي، اذا ار وجي. هاي التجربه الاولى. التجربه الثانيه في عندنا ارقام. تمام، في عندنا ارقام. الارقام شو هن؟ مثلا اذا طلع احمر، لو كانت التجربه طلعت احمر، في عندنا ثلاث ارقام بعد ما يطلع احمر، يعني يا بيطلع واحد يا اثنين يا ثلاثه. واذا طلع اخضر كمان نفس الشيء، بعد ما يطلع اخضر الدولاب اللي بالارقام راح يكون نتائجه يا واحد يا اثنين يا ثلاثه. تمام، هاي اذا هاي شجره الامكانات. طيب قال زودها بالاحتمال، زود فروعها بالاحتمالات. قال بسيطه، قال الريد شو احتمال الريد؟ ربع. الاحمر شو احتماله؟ ربع. اما الجرين شو احتماله؟ ثلاث ارباع. تمام، الجرين احتماله ثلاث ارباع. طيب اذا جينا على الدولاب المرقم، الواحد كم مره مذكوره؟ واحد من اصل شعد، واحد من اصل سته، والاثنين، الاثنين مذكوره كم مره قلنا؟ ثلاث مرات. الاثنين مذكورة ثلاث مرات، فهون عنا ثلاثة من أصل ستة. تمام، ثلاثة من أصل ستة. أما الثلاثة مذكورة مرتين، اثنين من أصل ستة، وكمان من تحت نفس الشيء، واحد على ستة واثنين على ستة، عفوا أول وحدة ثلاثة على ستة، والثانية اثنين على أول وحدة واحد على ستة، والثانية ثلاثة على ستة، والأخيرة اثنين على ستة، نفس الشيء. طيب عشان نوضح بشكل أكثر، عشان نوضح بشكل أكثر، خلينا نشوف الشجرة هيك بشكل أوضح. إذن في عنا يا ريد يا جرين، والريد مثل ما شفنا احتماله ثلاثة أرباع وهذا ثلاثة أرباع. الواحد بعد ما يطلع ريد في عنا يا واحد يا اثنين يا ثلاثة. الواحد احتمال واحد على ستة، والاثنين ثلاثة على ستة، والأخيرة احتمال اثنين على ستة، ونكرر نفس الشيء تحت، واحد على ستة وثلاثة على ستة واثنين على ستة. هلأ في نهاية كل مسار، في نهاية كل مسار
مثلا المسار الاول شو عندنا هون؟ هذا المسار الاول، طلع هون المسار الاول، المسار الاول هذا اول شيء ريد، بعدين شو الرقم واحد، شو بيعطيني؟ بيعطيني ار واحد. لو كان ار مع الاثنين شو بيعطيني؟ ار اثنين، وبعدين شو عندك؟ ار ثلاثة. هي اذا ار بدايتها ار ونهايتها العدد، يعني ار اما واحد او اثنين او ثلاثة. والثانية هون بده يكون في عنا جي، هون في عنا لازم يكون في عنا جي، جي جي جي، تمام؟ اذا جي مع الواحد وجي مع اثنين وجي مع ثلاثة. اذا يا بيكون ار مع واحد واثنين وثلاثة، او جي مع واحد وجي مع اثنين وجي مع ثلاثة. طيب هاي هي شجرة الامكانات ومزودة بالاحتمالات. طيب شو الطلب الثاني؟ فينا الطلب، شوف الطلب الثاني. طبعا هون في عندنا جي بدل ار، كان لازم نكتب جي واحد جي اثنين جي ثلاثة. طيب اذا شو المطلوب هون الطلب الثاني؟ قال احسب احتمال ظهور لون احمر. هو عندنا دولابين، لازم يطلع لون احمر، وين الاحمر؟ هذا احمر. وشو كمان؟ على الدولاب الاول، والدولاب الثاني شو لازم يطلع يكون عليه؟ لازم يكون عليه الرقم واحد. طيب هاي دولاب، هذا شو المسار؟ وين صار المسار؟ هذا هو المسار، هيك بهالشكل. اول شيء اللون الاحمر، بعدين يطلع معي شو؟ يطلع معي الرقم واحد، هذا هو المسار. شو هو المسار هون؟ بدنا نحسب هذا الاحتمال اللي هو ار واحد، نحسب هذا المسار ار واحد. شو احتماله هذا ار واحد؟ قلنا هو احتمال جداء الاحتمالات على المسار، جداء الاحتمال، يعني هذا شو؟ هذا ربع، وهذا واحد على ستة. شو نعمل؟ نضرب ربع ضرب واحد على ستة. وكيف نضرب؟ نضرب طبعا، نضرب بسط والمقام بالمقام، واحد ضرب واحد واحد، واربعة ضرب ستة شو بيعطيني؟ 24. تمام. هلا هذا كان الطلب الثاني، نشوف مثال ثاني. طيب مثال ثاني، في عندي مغلف، قال فيه خمس بطاقات. هالمغلف اذا مغلف بهذا الشكل، فيه خمس بطاقات، ثلاثة منهم، ثلاثة منهم زرقاء، اذا ثلاثة، ثلاث بطاقات زرقاء. خلينا نشوف كيف، يعني مثلا هاي بطاقة أولى، بطاقة ثانية، بطاقة ثالثة، ثلاث بطاقات زرقاء، واثنين خضر، واثنين خضر، هاي اثنين خضر. اذا هالمغلف فيه ثلاثة زرقاء واثنين خضر. نسحب من المغلف عشوائيا بطاقة، راح نسحب من هون بطاقة، تمام؟ وبعدين قال بالرجعة، بالرجعة مرة ثانية، وبنرجع لنسحب منه عشوائيا بطاقة للمرة الثانية، يعني بنرجع نسحب بطاقة أولى وبالرجعة، وبعدين نسحب بطاقة ثانية وبنشوف لونها كمان. صار عندي كم بطاقة مسحوبة؟ بطاقتين. طيب شو المطلوب؟ قال أول شيء أرسم شجرة الإمكانات وزود فروعها باحتمالات النتائج. أرسم شجرة الإمكانات وزود فروعها باحتمالات النتائج. طيب مثل ما أنا شايفين هون، هاي شجرة الإمكانات. بالمرة الأولى في عندي يا زرقاء بلو يا خضراء جرين، إذا بالمرة الأولى يا زرقاء يا خضراء. وعندي هون هن بالأساس ثلاثة من أصل خمسة زرقاء، إذا ثلاثة من أصل خمسة، إذا هن ثلاثة ثلاثة من أصل خمسة. طبعا ثلاثة على خمسة إذا ضربناها باثنين شو بتصير معي؟ تساوي ستة على عشرة. إذا ثلاثة على خمسة شو تساوي؟ تساوي ستة على عشرة. إذا هاي هدول عدد البطاقات الزرقاء، ثلاثة من أصل خمسة، ويساوي شو إذا ضربناها باثنين فوق تحت؟ بيصير ستة على عشرة. الاحتمال الثاني هو إنه بطاقتين خضراء، اثنين من أصل
5 ويساوي طبعا اذا ضربناه باثنين كمان شو بيطلع الجواب 4 على 10. اذا هاي الرميه الاولى يا احمر يا اخضر، والاحمر 3 على 5 6 على 10 والاخضر 2 على 5 4 على 10. بالمره الثانيه نفس الشيء كمان يطلع معك يا بي يا جي مع البي، ويا بي او جي مع مين؟ مع الجي مع الجرين، ونفس الارقام 6 على 10 4 على 10 و6 على 10 4 على 10. هي هي شجره الامكانات. طبعا هون بنهايه المسار الاول مثلا البي مع بي شو بيعطينا؟ بي بي، وبي مع جي يعطينا بي جي، وجي مع بي بيعطينا جي بي، وجي مع جي شو بيعطينا؟ جي جي. تمام، هاي شجره الامكانات وزودناها بالاحتمالات. طيب الطلب الثاني، احسب احتمال حدث سحب بطاقتين زرقاوين. وين زرقاوين؟ يعني بي بي يعني بلو بلو. تمام، اذا بلو بلو وينها؟ هاي هون، هاي البلو بلو بي بي. تمام، اذا هذا هو المسار. اول شيء لازم يكون عندي بي، وبعدين بالخطوه الثانيه كمان يكون عندنا بي، هذا هو المسار بي بي. تمام، شلون راح نحسب احتماله؟ هذا قلنا هو جدال احتمالات، نضرب هذا الرقم بهذا الرقم. تمام، اذا احتمالهم هو 6 على 10 ضرب 6 على 10، 6 ب 6 36 و10 ب 10 100، يعني 36 على 100 يكتب كيف؟ 0.36. طيب هذا كان هذا التجربة. الطلب الثالث، احسب احتمال الحدث سحب بطاقتين من لون واحد. وين بطاقتين من لون واحد؟ يعني يا اثنيناتهم زرقاء او اثنيناتهم شو؟ خضراء. يا اثنيناتهم زرقاء يا اثنين خضراء. طيب بالنسبة للزرقاء، بالنسبة للزرقاء هذا هو مسار الازرق طبعا. تمام، بي بي. تمام، 6 على 10 و6 على 10. او شو عندي هون كلمة او؟ تذكر انه الاو منفسره بشكل شو؟ زائد. تمام، الخضراء اين انت يا خضراء؟ جي جي. تمام، هذا هو جي جي، جي جي خضراء وخضراء، يعني يا زرقاء زرقاء يا خضراء خضراء. طيب شو احتمالات الاخضر؟ في عندنا هون اول شيء 4 على 10 وهون جداؤهم ما هيك 4 على 10 ب 4 على 10، والازرق 6 على 10 ب 6 على 10. وشو بدي اعمل بعدين؟ اذا مثل ما احنا شايفين هون هذا كلمه او شو فسرناها؟ ب زائد، يا احتمال اثنيناتهم زرق او اثنيناتهم خضر، واثنيناتهم زرق قلنا ضرب جداء المسار نضربهم ببعض 6 على 10 ب 6 على 10، والخضر شو كان احتمالات مساراتهم؟ 4 على 10 ب 4 على 10، 6 ب 6 36 على 10 ب 10 100 هون، و 4 ب 4 16 و 10 ب 10 كمان شو الجواب؟ 100. لو جمعنا 16 و 36 شو بيطلع؟ 52 على 100، والجواب شو هو؟ 0.52. طيب في عنا طلب رابع، احسب احتمال حدث سحب بطاقتين من لونين مختلفين. نفس الاسلوب بس هون شو عندي؟ يا بي جي يا جي بي. البي جي شو جداءات مساراتها؟ 6 على 10 و 4 على 10، والجي بي شو احتمالات مساراتها؟ 4 على 10 و 6 على 10، ونجمعهم. تمام، اذا فينا طبعا بطريقه ثانيه انه هو عكس الحدث اي، هو عكس الحدث اي. الحدث اي من شوي شفنا احتماله 52 على 100، اللي هو كان يظهر من لون نفس اللون، انه يظهر شو؟ من نفس اللون. يساوي واحد، طبعا هون حدث معاكس له، فواحد ناقص 52 على 100، وبالاخير طلع الجواب 48 على 100 و 0.48. لكن في طريقه ثانيه، شو هي الطريقه الثانيه؟ احتمال اي انه شكل مباشر، انه نضرب 6 على 10 ضرب 4 على 10 ونجمع مع مين؟ مع 4 على 10 نضرب ب 6 على 10. طبعا 4 ب 6 24 على 100، و 4 ب 6 كمان شو عندي؟ كمان 24 على 100، والجواب شو بيطلع معي؟ 0.48.
طيب اذا نفس الاسلوب، يا بنحسبه بالشكل، اذا احتمال ايه، احتمال ايه، يا بنحسبه بالشكل انه هو الحدث المعاكس، يا بنحسبه بشكل مباشر والتجربتين بتعطينا نفس الجواب. طيب هيك بنكون وصلنا اعزائي التلاميذ لنهاية هذا الدرس، ان شاء الله بتكونوا استمتعتوا فيه وانبسطتوا. شكرا جزيلا لكم، نلتقيكم في درس اخر ان شاء الله.